لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، سادتي ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، كيف يصحو بما تقول اللواحي، من سقته الهموم أنكد راحي، كيف يصحو بما تقول اللواحي، من سقته الهموم أنكد راحي، وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح كيف تهنيني الحياة وقلبي، كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح، بأبي من شروا لقاء حسين، بفراق النفوس والأرواح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض، والنبل بالوجوه
الصباحي فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحيه الله انتخبهم بالسعاد أد ملك القبيلة طيعين جولة وكلفة حظا يشيلة فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار فيهم نصارى والسعاد سواهم انصار والضيغم محمد يعوق المرض في الدار في كل وقعة بيرقيل أكبر يشيله مولى أبو ذر الغفاية آري صار منهم الأعلام رفت والعبيد شايل علمهم حظ نهضبه واختلايا دم بدمهم بعيد وقريب اللي لفا وملك القبيلة وحسينا لحظوظ جابتهم وجلبتهم من بعيد عدهم ملاقات المنية كان له العيد كل من بعمره للفنا متقدم يريد فادي له بروحا كلهم فد وهيل وحسينا معذور فيهم بو علي سعد الله قلب الحسين معذور فيهم بو علي لو وقف محتار يوم يعاينهم عرايا فوق لوعار ما صار في الدنيا مثيه إلهم صفوة صار حقل عليهم لو وقاف دمع يسيل أين المنادون وحسينا الأمر لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون منك عادي بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لقبول هذا المجلس ولتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولدفع البلاء، عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. تقدم الكلام في مجلس متقدم حول الآية المباركة، وتحدثنا في مبحثين أشارت إليهما الآية المباركة. المبحث الأول في أهلية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في تحمل أعباء الرسالة، وأشرنا كيف أن الآية المباركة أشارت إلى أهلية الرسول صلى الله عليه وآله لتحمل أعباء هذه الرسالة، وأشرنا في المبحث الثاني أن الآية المباركة وضعت النبي صلى الله عليه وآله في سياق السلوك الجمعي، وقلنا وضعت الآية المباركة النبي صلى الله عليه وآله في سياق السلوك الجمعي لأنه يعطي الفرد قوة لا نظير لها، وأنه إذا علم بأن البلاء الذي ينزل عليه قد نزل على من هو من قبله يهون عليه ذلك وتتقوى عزيمته وإرادته ويكون على يديه الفتح. هذا إجمالا ومختصرا بما تكلمنا وتحدثنا فيه بالأمس. بقي علينا بعض المباحث الأخرى اللي اتطرقت إليهم الآية المباركة، نستعرضهم الآن بحسب ما يتسع به المقام. المبحث الآخر، المبحث الثالث اللي أشارت إلى الآية المباركة في بيان ما هو المراد من أولو العزم في الآية المباركة. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما معنى أولو العزم في الآية المباركة؟ التفت لي هنا جيدا. طبعا هنا عندنا ثلاثة آراء عند المفسرين حول معنى المراد من لفظة أو كلمة أولو العزم، ثلاثة آراء عند المفسرين نستعرضها تباعا. الرأي الأول يقول أن المراد من أولو العزم في الآية المباركة هم جميع الأنبياء. ليش جميع الأنبياء؟ قالوا لأن حرف من في الآية المباركة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من هذه لبيان الجنس، يعني ماذا تريد أن تشير إلى كل الأنبياء، في بيان الجنس، جنس الأنبياء.
فلذلك قال المفسرون أن المراد من أولو العزم في الآية هم من؟ جميع الأنبياء. العزم، مفردة العزم يعني ماذا؟ يعني الإرادة والعزيمة والجهاد في تعليم الناس، وهذا الإرادة والعزيمة والجهاد كل نبي من الأنبياء قائم بهذا الدور. جاء الله عز وجل، ليش أرسل الأنبياء؟ ليش أرسل الأنبياء؟ لماذا أرسل الرسل؟ حتى يعلمون الناس، حتى يرشدون الناس، يهدونهم إلى طريق الحق والاستقامة. إذن معنى أولو العزم في الآية المباركة أي جميع الأنبياء، أنهم يمتلكون العزيمة ويمتلكون الإرادة ويمتلكون الجهاد، متى ما تطلب منهم الأمر يجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وبألسنتهم وبأرواحهم. هنا إخواني يأتينا إشكال، وتلاحظ أن هذا الإشكال دائما يتردد ودائما ينطق به بعض الناس. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال لما يسمع لفظة الجهاد يتكهرب الإنسان، لما يسمع لفظة الجهاد في سبيل الله. شوف بعض الناس يتكهرب، ليش يتكهرب؟ يقول أوليس الجهاد هو إلقاء النفس في التهلكة وإلقاء في النفس إلى التهلكة، أمر محرم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بمجرد أن يسمع لفظة الجهاد أو أن النبي مجاهد في سبيل الله يتكهرب، ما أدري شنو يصير عنده. يقول أوليس الجهاد هو إلقاء النفس في التهلكة. إخواني إحنا أشرنا، إذا يتذكروا الإخوة، في السنة الماضية قلنا أنه ليس كل إلقاء النفس في ليس كل شيء يلقي الإنسان فيه نفسه يعد تهلكة. خل أضرب لك مثال، وهذا جبناه إحنا في السنة الماضية، هذا المعنى وهذا المثال بالتحديد. الآن لو يكون حريقا في مكان معين لا سمح الله، وداخل الحريق هناك أناس ونساء وأطفال صغارا كبارا، لو يجي الآن الدفاع المدني، الدفاع المدني حتى يطفي الحريق ويعلم أن داخل الحريق وجود من؟ وجود نساء، وجود أطفال، يرمي بنفسه للحفاظ وإخراج الأطفال والنساء من داخل الحريق، هذا أليس يعد إلقاء النفس في التهلكة كما يقولون؟ إذا هذا مو راح يعرض نفسه إلى الحريق، هل بعد تقول والله هذا إلقاء نفس وإلقاء النفس في التهلكة محرم شرعا؟ تقول هذا والله لو راح أوليس يعد شهيدا من الشهداء لأنه حافظ على النفس، إلقاء في هذا المكان يقدم له وسام للتضحية والإيثار، صحيح لو لا؟ لو الآن مثلا شفت واحد بالبحر أو في بركة من البرك راح يغطس، راح يموت، راح يفطس في هالماء، وأنت ألقيت نفسك حتى تنقذ هذه النفس، حتى تنقذ هذا الإنسان، أيعد هذا أيضا بعد هذا إلقاء نفس في التهلكة محرم؟ إذا أنت تقول أن كل شيء يعد إلقاء النفس فيه تهلكة، فأنت تعرض ماذا؟ القرآن الكريم إلى ما لا يتحمل. يعني الآن أنت لما تجي تقول تهلكة يعني تغلق باب الجهاد في سبيل الله، وهذه فريضة من الفرائض ومن أهم الفرائض، ولولا الجهاد في سبيل الله لما حصلت على ربع الكرة الأرضية. شوف اللي يملك المسلمون المفروض، يعني هذا وين حصلت عليها أنت؟ حصلت عليها من جهاد الأنبياء، من جهاد الرسل. إذن بمجرد أن يسمع الإنسان لفظة الجهاد لا يتكهرب،
ليس كل إلقاء نفس في شيء يعد تهلكة، وهذا ما أشرنا إليه. فإذا أنت لما تقول تهلكة يعني تعر يعني تقف أمام فريضة من أهم الفرائض، وهي فريضة ماذا؟ فريضة الجهاد. إذا كل نبي كل رسول عند عزيمة عند إرادة، ومتى ما تطلب منه الأمر أن يجاهد في سبيل الله بنفسه وبكل ما يملك لا يقدم كل ما يملك من تضحيات، وهذه عند كل الأنبياء كل الرسل. فإذا معنى الأول المراد من أولو العزم في الآية المباركة يعني جميع الأنبياء جميع الرسل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا ضيق الدائرة شوية، وهذا عليه أغلب المفسرين، يقول أولو العزم في الآية المباركة هم خمسة من الأنبياء: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد. إذن أولو العزم، وهذا اللي عليه أغلب المفسرين، يقول أولو العزم في الآية المباركة هم خمسة من الأنبياء: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. لماذا؟ قال المفسرون: لأن هؤلاء الأنبياء والرسل قاتلوا بالفكرة وبالكلمة والرأي. شلون يعني قاتلوا بالكلمة والفكرة والرأي؟ وهذا اللي هذبنا عليه الإسلام، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وهذا اللي أشار إلى القرآن الكريم، وهو عندما إجي النبي حتى يحتج على الطرف المقابل يتحدث معه يتكلم معه يعطيه الفكرة الصحيحة يعطيه الرأي الصحيح يعطيه الكلمة الصحيحة يعطيه الرأي الحسن. لذلك شوف القرآن الكريم ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني قبل أن تقوم بأي عمل من الأعمال بأي فعل من الأفعال لابد أن تصارع الكلمة بالكلمة والرأي بالرأي والدليل بالدليل. إذا أردت أن تناقش الطرف المقابل لا تستخدم أسلوب الاستهزاء ولا تستخدم أسلوب السب ولا أسلوب الشتيمة، وإنما صارع الكلمة بالكلمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وترى الكلمة لها تأثير يا إخوان، كلمة في حد ذاتها لها تأثير. إذا كانت هذه الكلمة مؤثرة وإيجابية يجب على الإنسان أنه يأتي أولا بهذه الكلمة قبل لا يروح إلى أي أسلوب آخر، إنما يتحدث مع الطرف المقابل، يتحدث مع الطرف المقابل بالكلمة الحسنة، يصارع الدليل بالدليل، يناقش الفكرة بالفكرة، يناقش الرأي بالرأي، ولا يتعرض إلى الآخرين لا بالسب ولا بالشتيمة ولا بالحقد ولا بالكراهية ولا الضغينة. تدري ليش؟ لأن الإنسان إذا استخدم هذا الأسلوب ولد في المجتمع ماذا؟ تباغض، صار في المجتمع بغضاء، صار انتشرت في المجتمع الحقد والكراهية والضغينة. لكن عندما يأتي الإنسان ويتكلم بالكلمة يصارع الدليل الفكرة، يصارعها بالدليل، جاءت لك بفكرة ناقش نفس الفكرة، لا تناقش الطرف المقابل،
لا تتحدث مع نفسه وإنما ناقش فكرته، جيب هالفكرة حللها وبين ما هو الحل وما هي النتيجة وشلون هذه باطلة أو أنها هذه النتيجة صحيحة. إذن القرآن الكريم لما أشار إلى مفردة أولو العزم في الآية المباركة، يعني هؤلاء الأنبياء الذين صارعوا الدليل بالدليل، الفكرة بالفكرة، والرأي بالرأي، والكلمة بالكلمة. أما الأنبياء السابقين، لذلك هؤلاء الأنبياء يعني الخمسة أولو العزم جاءوا بشرائع عامة. ليش قالوا أولو العزم هذول الخمسة؟ لأنهم جاءوا بشرائع عامة. أما الأنبياء الآخرون كانوا يتعاملون بشرائع الأنبياء السابقين، لكن هذول الخمسة الأنبياء نوح إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا الأكرم جاءوا بشرائع جديدة، جاءوا بشرائع عامة أخرى. لذلك شوف أكثر اللي كانوا يتعاملون في ذلك الزمان كانوا يتعاملون ضمن شريعة نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما هؤلاء الأنبياء جاءوا بشرائع عامة، لذلك قالوا أولو العزم هذول الخمسة من الأنبياء. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث شوية هم ضيق المعنى أكثر من المعنى الثاني. قال أولو العزم هم الذين شهروا السيف وجاهدوا بالسيف. وطبعا هذا الرأي ما يمكن لنبي من الأنبياء ورسول من الرسل يشهر سيفه إلا بعد أن الكلمة لم تؤثر في المجتمع، لم تؤثر في الناس. بعد ذلك يدور حول مدار ماذا؟ يأتي بأمر آخر، لأن الله عز وجل بعثه لهداية الناس. وكما يقولون آخر الدواء الكي، لا الكلمة أثرت، لا الفكرة أثرت، لا الرأي أثر، ولا شيء أثر في المجتمع. بعد ذلك حمل السيف، ومن ضمنهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هذه آراء ثلاثة تستعرض لنا معنى أولو العزم في الآية المباركة. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع والأخير وهو في معنى ولا تستعجل لهم. شوف الآية ايش قالت، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني ماذا ولا تستعجل لهم؟ يعني لا تستعجل بالدعاء عليهم يا رسول الله. ترى النبي مو ما استعجل على الدعاء على القوم، لا، أصلا ما دعا رسول الله مع كل الذي ألم به صلى الله عليه وآله، حتى قال كما أسلفنا بالأمس ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. كل البلاء اللي نزل به صلى الله عليه وآله ومع ذلك لم يرفع يديه بالدعاء على واحد. شوف حتى اللي كانوا قطعوا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ومزقوا قلب النبي صلى الله عليه وآله وفعلوا ما فعلوا برسول الله وبأهل بيته عليهم، مع ذلك لم يدعوا عليهم. وإحنا أشرنا بحادثة الأمس، قلنا يستند إلى جدار إله اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مو بس يا رسول الله لا تستعجل بالدعاء عليهم، أصلا رسول الله ما دعا ولم يهم بالدعاء. لذلك شوف الآية المباركة توصي النبي ولا تستعجل لهم. ليش؟ ليش يا رسول الله؟ لأنك نبي رحمة. شوف وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين. وشوف هاي هنا يمكن لك أن تفهم أن الحسين عليه السلام كيف هو الامتداد الطبيعي للرسالة المحمدية. هنا تفهم معنى كلام رسول الله لما قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين صبط من الأصباط. أصباط يعني شنو؟ يعني مجموعة من الأنبياء، بني إسرائيل نزل عليهم الوحي. النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسين هو الامتداد الطبيعي للأنبياء، لرسالة الأنبياء، لهدف الأنبياء، لطريق الأنبياء، لمسلك الأنبياء. ولذلك شوف الحسين عليه السلام قاتل بالفكرة وقاتل بالكلمة وقاتل بالرأي وسوى كل ما يملك بأبي ونفسي، لكن القوم طبع الله على قلوبهم. شوف الحسين يوم العاشر من المحرم يقف أمام الأعداء ويعلم لو ما يعلم، يعلم أن هذول ما يفيد فيهم لا وعظ ولا إرشاد. على ماذا تقاتلونني؟ شوف استخدم الكلمة الحسين عليه السلام، على ماذا تقاتلونني؟ وهذه سنة الأنبياء، على ماذا تقاتلونني؟ أعلى سنة بدلتها، شريعة غيرتها؟ جاء الجواب هنا عادل، زم قلبك بغضا منا لأبيك علي بن أبي طالب. لكن الحسين عليه السلام روحي، شوف اللي يعرف مقام الحسين واللي يعرف أن الحسين خطه خط الأنبياء وروحه روح الأنبياء ونفسه نفس الأنبياء ودمه دم الأنبياء، بمجرد أن تصل إليه الرسالة يضعها على رأسه، يقبلها، يضعها على ما بين عينيه، يقول هاي الرسالة هي رسالة الأنبياء، هذا خط الأنبياء، هذا كلام الأنبياء، هذا طريق الأنبياء، هذا هو صاحب هالليلة اللي يعرف الحسين حق المعرفة. اللي يعبر عن الحسين ماذا؟ الفقيه العالم حبيب ابن مظاهر. وهذه شهادة معصوم، ما هي شهادتي أنا، مو أنا شهادتي في حق حبيب، لا، شهادة إمام معصوم اللي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه فعله تقريره حجة. هذا صاحب هالليلة بواب الحسين. تريد أنت تعرف شنو مقام حبيب عند أهل البيت؟ أولا من جملة مقامات أهل البيت، من مقامات حبيب عند أهل البيت، أنه أفرد إليه قبرا لوحده. شوف زي العابدين ما خلاه ويا الأنصار، ما خلاه وياهم في حفيرة واحدة، وإنما أفرد إليه حفيرة لوحده، ولذلك جعله بوابا للحسين. الداخل يسلم على حبيب والطالع هم يسلم على حبيب. شنو هذا المقام الرفيع اللي إله؟ بعد مقام أعلى من هذا المقام، شوف الحوراء زينب ما خصت أحد من الأنصار بالسلام إلا على حبيب ابن مظاهر. هنا تعرف أن إلى مقام، إلى مكان عند أهل البيت. وصل إليه الكتاب، كوفة قائمة على قدم وساق، الكل يصلح سيف لحرب الحسين. وقد نزل الحسين حومة كربلاء وقد وزع الرايات، 12 راية وزعها الحسين وعزل راية إلى حبيب ابن مظاهر، راية ملفوفة في زاوية من زوايا الخيمة، خيمة الأنصار. كل من رآها قال يا أبا عبد الله من علي بحملها، قال لا، لها صاحبها.
اجيها. من قال ايام راح اجي بعد ايام، ويجي كتاب الحسين من الحسين ابن علي. والحسين ترى ما كتب الى احد غير حبيب ابن مظاهر، وهنا بعد تعرف مكانه الى حبيب. الحسين ما كتب لاحد الا حبيب ابن مظاهر، وهذا ان دل على شيء انما يدل على مكانه حبيب عند الحسين عليه السلام. من الحسين ابن علي الى العالم الفقيه حبيب ابن مظاهر، اما بعد فقد نزلنا حومة كربلاء، وقد احاطت علينا الجيوش من كل جانب ومكان، وانت تعلم قرابتي من رسول الله، فلا تقصر في نصرتنا والسلام. لما وصل الكتاب الى حبيب قبله، وضعه على رأسه، وجه وجهه نحو كربلاء، ويلا وجه وجهك انت وين ما انت جالس، ها وجه وجهك نحو كربلاء، اشهد انك تسمع الكلام وترد السلام. وجه وجهه نحو كربلاء وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. قل له روحي لروحك الفداء، ونفسي لنفسك الوقاء، سيدي إن لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك سمعي وبصري، لبيك يا أبا عبد الله. خلى الكتاب حبيب ابن مظاهر وضمه شوي، وإذا بالباب تطرق. من الطارق؟ بنو عمومته دخلوا على حبيب، يعرفونه حبيب شيخ عشيرة، ويعرفون مكانة حبيب، شلون يحب أهل البيت وشلون متعلق بأهل البيت وبالذات الحسين. قالوا: يا حبيب، لقد بلغنا أن الحسين نزل حومة كربلاء، وقد أحاطت عليه الجيوش من كل جانب، فما أنت صانع؟ قال لهم: الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. هنا استخدم معهم التقية، وخرجوا بعد أن قبلوا رأسه. قالوا له: هكذا عهدنا بك يا عم. خرجوا، دخل حبيب على الأسدية، وإذا رمت بمقنعتها على الأرض. قالت: الله أكبر يا حبيب، أتلوق لك هذه المقنعة؟ ما لي أسمعك تقول أن الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لك والدخول بين السلاطين. حبي يعترف إيمانها، يعرف إيمانها وتقواها حبيب، نعم يعرف، لكن يريد يعرف شنو محبة الحسين في قلبها المرأة. قال لها: أمت الله، أخاف عليك أن ترملي؟ قالت: يا حبيب، تخاف علي أن أرمل ولا تخاف على بنات رسول الله. يلا اقرأ وياي بهالأبيات: رحمك الله يا أبا يوسف، يا حبيب ابن البتول، لا تخلي نصرته كربلا، يقولون ظل محصور بهلا واخوته، كربلا يقولون سبط المصطفى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال وحرم، كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام، ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته، صاح ما يحتاج هالاخوات بطل من الحنين، انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين.
ذاب قلبي من سمعت بكربلة خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت وقفت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب لعمامة يا بن عمي وخذها المقنعة، ضل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته. قال لا عليك يا أسدية، أنا ماض لنصرة الحسين. فلما صعد على صهوة جواده همز جواده نحو كربلاء، والحسين جالس مع أصحابه في الخيمة، اظهرت عليهم غبر من ناحية الكوفة. قام الحسين على قدميه، يا الله يا الله، الحسين بعظمته هو اللي يستقبل حبيب في مثل هذاك اليوم. قام الحسين على قدميه مناديا، ولدي علي أخي عباس ابن أخي قاسم، قوموا واستقبلوا عمكم حبيب، وما حل ذيك الشماء يليوم طب الكربلاء. طلع عباس البطل بولاد اخوي استقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته. وحسين جاه من زينب سلام ومدمع بالحالسة، واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا، صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال، صاح حبيب السلام عليك يا أبا عبد الله، روحي لروحك الفدا، نفسي لنفسك الوقا. ثم جاء نحو المخيم، مخيم النساء، ونادى السلام عليكن يا بنات رسول الله. وقفت زينب بإزاء باب المخيم من وراء حجاب، قالت من المسلم علينا في مثل هذا اليوم الذي قل فيه ناصره؟ قال حبيب بن مظاهر خادمكم حبيب يا بنت رسول الله. هنا الزم قلبك، صاح الزينب عم يا حبيب وعليك السلام يا عم، الله الله في هذا الغريب. وإذا بلسان حال حبيب ينادي، آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع بلا وطاء ولا غطاء. جاء حبيب وأخذ الراية من كف الحسين، أنا عايف حياتي والوطاية لأجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب، موت بمعزة ولا نعيه ايش بطاعتي يا ابن الرسول، طاعتك فرض على والله يا بنت النبي. قل له قل له ويا حبيبها، والله يا بنت النبي لا قطعوني بالسيف والخطي يبين
النار احرقوني وذروا عظامي بالهوايا وتالي انشروني 70 مرة هالفعيل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهل كلها فدا كل شيعتك تفنى يلا يا ابو علي ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبره تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا عقب ما ننثني كلنا سوية قال البطل عباس ما ترضاش يمنه مطلوب أخونا وهالحرام كلها حرم وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي بفيه